السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا الدرس إن شاء الله، درس ديال الذرات والأيونات، مستوى الثالثة ثانوي إعدادي. محاور الدرس إن شاء الله، يعني الفقرات اللي كاينين في هذا الدرس، غنتكلموا على مكونات الذرة، وشحنة الإلكترون، شحنة النواة الذرة، شحنة الذرة، ثم كتلة الذرة، وتعريف الأيون، وأنواع أو نوع الأيون. ما تنسوش، الله يجازيكم بخير، دعم القناة بالاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. إذن على بركة الله، بسم الله. إذن الفقرة الأولى هي مكونات الذرة. مكونات الذرة أو مكونات الذرة. الذرة تتكون من أيونات، من أي الذرة تتكون من نواة وإلكترونات تدور حولها. تتكون الذرة من نواة وإلكترونات تدور حولها مكونة سحابة إلكترونية. إذن الذرة تتوسطها النواة وتدور حولها إلكترونات، هذه الإلكترونات تكون سحابة إلكترونية بدورانها حول النواة. إذن تمثيل الذرة، إذن غنمثلو بنموذج بوهر. إذا هذه تتوسطها الذرة، تتوسطها النواة، ثم مسارات ديال بعض الإلكترونات التي تدور حول النواة. إذا هذا مسار إلكترون، هذا مسار مثلا إلكترون، وهذا مسار إلكترون. إذا بالنسبة هذه هي النواة، وبالنسبة لهذا هو الإلكترون. إذا الذرة تتكون من نواة وإلكترونات تدور حولها مكونة سحابة إلكترونية. هذا النموذج يسمى نموذج بوهر. نموذج بوهر. إذا ندوزو للفقرة اللي من بعد. كيف هي شحنة الإلكترون وكيف هي شحنة النواة؟ الذرة تتكون من نواة وإلكترونات. ما هي شحنة الإلكترونات وما هي شحنة النواة؟ شحنة الإلكترون، كل إلكترون يحمل شحنة سالبة. كل إلكترون يحمل شحنة كهربائية سالبة. نرمز لها بناقص F. إذا كل إلكترون يحمل شحنة كهربائية سالبة. ثم بالنسبة لشحنة النواة، أو شحن النواة، شحنة أو شحن النواة، النواة تحمل شحن موجب. النواة تحمل شحن موجبة والإلكترونات تحمل شحن سالبة. الذرة متعادلة كهربائيا. الذرة متعادلة كهربائيا. كيف هي الذرة متعادلة كهربائيا؟ عدد الإلكترونات اللي كاين في الذرة كيساوي عدد شحن الموجبة، والإلكترونات تحمل شحن سالبة.
نقول إن الذرة تحمل أو متعادلة كهربائيا أو محايدة كهربائيا، لأن عدد الشحن السالبة التي تحملها الإلكترونات يساوي عدد الشحن الموجبة التي تحملها النواة. إذن الذرة متعادلة كهربائيا أو محايدة كهربائيا، لأن عدد الشحن السالبة التي تحملها الإلكترونات يساوي عدد الشحن الموجبة التي تحملها النواة. فمثلا إذا خذنا ذرة تحتوي مثلا أو فيها عدد الإلكترونات 3 إلكترونات، فغادي يكون فيها كل إلكترون يحمل شحنة سالبة، إذا شحنة الإلكترونات هذه الذرة فهو 3 شحن سالبة. أما عدد الشحن الموجبة اللي غيكون في النواة هو كذلك 3 شحن موجبة، إذا عددين متقابلين إذا جمعناهم يعطينا صفر، إذا بتولي الذرة متعادلة كهربائيا. مثال ذرة الليثيوم رمزها Li تحمل عدد إلكتروناتها 3 إلكترونات. إذن عدد الشحن السالبة أو شحنة الإلكترونات أو عدد تحمل يعني تحمل هذه الإلكترونات 3 شحن سالبة وتحمل نواتها 3 شحن موجب، يعني الذرة إذا جمعنا أو شحنة النواة هي إذن شحنة يعني ناقص 3 زائد 3، 3 شحن سالبة ناقص 3 أو و3 شحن موجبة زائد 3 أو، إذا جمعنا ويعطينا زيرو لأنهم عددين متقابلين. إذا شحنة الذرة أو ذرة الليثيوم هي ظرف شحنة، لهذا نقول إن الذرة متعادلة كهربائيا أو محايدة كهربائيا. إذن عدد الإلكترونات بالذرة نربط له زد، عدد إلكترونات الذرة نرمز له بالحرف زد، ويسمى عدد العدد الذري، ويسمى العدد يسمى العدد الذري. إذا عدد الإلكترونات في الذرة في ذرة ما نرمز له بالحرف زد ويسمى العدد الذري، وهو عدد الشحن الموجبة التي تحملها النواة، وهو كذلك عدد الشحن السالبة في الذرة، وهو عدد الشحن السالبة في الذرة، لأن عدد الشحن الموجبة في الذرة يساوي عدد الشحن السالبة اللي كاينين في الذرة. دابا نرجعو بالنسبة لشحنة الإلكترونات ذرة،
شحنات إلكترونات ده. إذا تكلمنا قبل على أن شحنة إلكترون يعني إلكترون واحد، إذا كل إلكترون يحمل شحنة كهربائية سالبة، والنواة تحمل شحنة أو شحن سالبة على حساب الذرة. إذا كانت فيها إلكترون واحد راح تحمل شحنة موجبة، كانت فيها أكثر راح تحمل شحن موجب. أما شحنة الإلكترونات ذرة بصفة عامة شحنة إلكترونات ذرة هي كي أ، إذا أ بالنسبة إلى الإلكترون يعني تتساوي ناقص زد فوا. إذا شحنة إلكترونات ذرة هي ناقص زد فوا كنظرها ب كي أ. ثم شحنة نواة ذرة شحنة نواة ذرة هي كيو ان نويو تتساوي زائد زد فوا اه، يعني عدد الالكترونات فوا اه، تسمى الشحنة الابتدائية. القيمة ديالها هي 1.6 في 10 أس ناقص 19 كوم. ثم ندوزو لشحنة الذرة، حنا قلنا بأنها متعادلة كهربائيا. شحنة الذرة هي كي أتوم تتساوي الشحن اللي كاينين في الالكترونات زائد الشحن اللي كاينين في النواة، لان هي كتكون من الكترونات ونواة. فالشحن اللي كاينين في الالكترونات هي ناقص زد فوا او زائد زد فوا او ديال، اذا هاد ناقص زد فوا او هي شحنة الالكترونات زد فوا او هي شحنة النواة، اذا عطوني عددين اش متقابلين، اذا شحال تساوي زيرو. هو اللي قلناها بان الذره متعادله كهربائيا، لان عدد الشحن الموجبه يساوي عدد الشحن السالبه. اذا ناخذ المثال اللي غناخذو هو ذره الليثيوم. اذا ان شاء الله غادي نمسح السبوره ونعاود نكتبها. ذره الليثيوم عددها الذري زد يساوي 3. ما هو عدد الكترونات ذرة الليثيوم؟ السؤال الثاني، ما هي شحنة الكترونات ذرة الليثيوم بالشحنة الابتدائية بدلالة الشحنة الابتدائية هي أ وبالكوم؟ السؤال الثالث، استنتج شحنة نواة الليثيوم بدلالة أو يعني بـ أو بالشحنة الابتدائية وبالكوم. السؤال الرابع، ما هي شحنة ذرة الليثيوم؟ إذا الجواب، السؤال الأول، إذا العدد الذري لذرة الليثيوم هو 3، العدد الذري لذرة الليثيوم هو زد يساوي 3، إذا عدد
إلكترونات هذه الذرة هو 3. إذن عدد الإلكترونات في هذه الذرة هو 3. السؤال الثاني، ما هي شحنة إلكترونات هذه الذرة؟ شحنة إلكترونات هذه الذرة اللي هي الليثيوم Na هي القاعدة عندنا QE تتساوي ناقص زد فوا E تتساوي ناقص 3 E. هذه باش بدلالة الشحنة الابتدائية ناقص 3 E. هذه الشحنة اللي حسبناها بدلالة E. لنحسب الشحنة أو شحنة الإلكترونات ذرة الليثيوم بالكروم. إذا لدينا QE ديال ذرة الليثيوم هي قلنا ناقص 3 E، و E تتساوي 1.6 في 10 أس ناقص 19 كروم. إذا QE تساوي ناقص 3. إذا غنعوض E بواحد، ملي تيقول لي بدلالة E كنخليها هكا ناقص 3، تيقول لي بالكروم غنعوض E ب1.6 في 10 أس ناقص 19 ناقص 3. E غنعوضها 1.6 في 10 أس ناقص 19، إيوا تقول لي عندي بالكروم ناقص 3 في 1.6 هي ناقص 4.8 في 10 أس ناقص 19 كروم. إذا أنا حسبت شحنة الإلكترونات بدلالة E أو بدلالة الشحنة الابتدائية ثم بدلالة الكروم. بالنسبة للسؤال الثالث، شحنة نواة ذرة الليثيوم هي شحنة ذرة الليثيوم هي QN تساوي ناقص QE. علاش QN تساوي ناقص QE؟ لأن قلنا عدد الشحن الموجبة يساوي عدد الشحن السالبة، هما فقط عددين متقابلين، شحنة الإلكترونات وشحنة النواة عددين متقابلين. إذا شحنة نواة الليثيوم هي المقابل ديال شحنة نواة الإلكترونات، يعني هنا QN راه تتساوي إذا ناقص QE بالنسبة لرسولي ناقص ناقص 3 هي 3 بالكروم بدلالة E. أما بالكروم راه كتساوي المقابل ديال هذا العدد اللي هو ناقص 4.8 اللي هي اش؟ اللي هي 4.8 في 10 أس ناقص 19 كروم. إذا بلا ما نعاود نحسب، إذا كنت حاسب شحنة الإلكترونات راه كنستنتج مباشرة شحنة النواة، ولكن شحنة النواة كنستنتج شحنة الإلكترونات، هما فقط عددين متقابلين. إذا بغيت نعطي التعليل، لأن الذرة متعادلة كهربائيا، لأن الذرة متعادلة متعادلة كهربائيا، وحنا قلناها بأن الذرة متعادلة كهربائيا لأن عدد الشحن الموجبة يساوي عدد الشحن السالبة، فقط اختلاف في الإشارة. نعم، ثم بالنسبة للسؤال الرابع هو شحنة ذرة الليثيوم. إذا كي أ بالنسبة لذرة الليثيوم كتساوي كي أ ديال الليثيوم زائد كي إن ديال الليثيوم. هذه عندي ناقص 3 أ وهذه زائد 3 أ، إذا تساوي صفر. أو نجي نقول مباشرة، أو غادي ندير مباشرة كي أ تساوي زيرو، نكتب هنا لأن الذرة متعادلة أو محايدة كهربائية، نفس هذه ولا هذه بحال بحال. نعم، إذا الفقرة اللي من بعدهم هي كتلة الذرة، كتلة الذرة. كتلة الإلكترونات هي مهملة أمام كتلة
نواة ذرة، كتلة الإلكترونات أو الإلكترونات بصفة عامة، كتلة الإلكترونات مهملة أمام كتلة النواة، لهذا نقول إن كتلة الذرة، كتلة الذرة تتمركز في نواتها. كتلة الذرة هي تقريبا كتلة النواة، معناها نمص ديال الذرة، نرمز للكتلة بأن، نرمز للكتلة بأن هي نمص. إذا نمص ديال الذرة تساوي تقريبا نمص ديال النواة. إذا كتلة الذرة وكتلة النواة راهم متساويتين تقريبا، لأن كتلة الإلكترونات هي مهملة، الإلكترون كتلته خفيفة جدا. نعم، إذا ندوزو هذه المرة في هذه الفقرة هذه تعريف الأيون ونوع الأيون. إذا غادي نمسح الصبورة ونكمل لكم التفصيل. إذا تعريف الأيون، عندما تفقد الذرة أو تكتسب إلكترون أو أكثر ذرة أو مجموعة من الذرات تصبح أيون. عندما تكتسب أو تفقد ذرة أو مجموعة من الذرات إلكترون أو أكثر تصبح أيونا. إذا أشنو الأيون؟ الأيون هو ذرة أو مجموعة من الذرات فقدت أو اكتسبت إلكترون أو أكثر. أي ذرة فقدت أو اكتسبت إلكترون أو أكثر فهي تسمى أيون، وأي ذرة أي مجموعة من الذرات فقدت أو اكتسبت إلكترون أو أكثر فهي كذلك تسمى أيون. بالنسبة لنوع الأيون، كان أيون موجب وأيون سالب. نوع الأيون أو نوعها الأيون، عندما تفقد ذرة أو مجموعة من الذرات إلكترون أو أكثر إذا احنا قلنا عندما تكتسب أو تفقد بصفة عامة تصبح أيون، لكن احنا هنا غنقولوا إلا اكتسب أشنو غتولي؟ واش أيون موجب ولا سالب؟ وإلا اكتسب ولا فقدت أش غتولي أيون موجب ولا سالب؟ إذا عندما تفقد ذرة أو مجموعة من الذرات إلكترونا أو أكثر تصبح أيون موجب يسمى كاتيون، يسمى كاتيون. إذا الأيون الموجب هو ناتج عن ذرة فقدت أو إلكترون أو أكثر يسمى أو تسمى كاتيون. إذا الكاتيون هو الأيون الموجب، الكاتيون هو الأيون الموجب وهو الناتج عن ذرة أو مجموعة من الذرات فقدت إلكترون أو أكثر. مثال، ذرة الصوديوم رمزها Na، عدد إلكتروناتها 11 أو هو زد يساوي 11. عندما تفقد أو
تفقد ذرة الإلكترون، تفقد ذرة الصوديوم، أو عندما تفقد ذرة الصوديوم إلكترونا تصبح أيونا موجبا أو نسميه كاتيون. رمز الأيون مشتق من رمز الذرة، رمزه NaS. إذا رمز الأيون مشتق من رمز الذرة، الذرة ديال الصوديوم رمزها Na. إذا رمز الأيون غادي يبقى نفس الرمز ديال الذرة، لكن غادي نحط فوق منه عدد الشحن، أو هذا يعني إما شحن موجبة ولا شحن سالبة، على حسب الذرة واش هي فقدات ولا اكتسبت. مادام أن ذرة الصوديوم فقدات فهي غتعطيني أيون موجب. شحال فقدات من إلكترون؟ فقدات إلكترون واحد، إذا بليس وحدة، عندنا شحنة واحدة موجبة بالنسبة يحملها أيون الصوديوم. إذا بالنسبة للأيون الآخر هو الأيون السالب، يعني عندما تكتسب ذرة أو مجموعة من الذرات إلكترونا أو أكثر، تصبح أيونا سالبا أو نقول أنيون. إذا الأنيون أو الأيون السالب هو ذرة اكتسبت إلكترونا أو أكثر أو مجموعة من الذرات. مثال، ذرة الأكسجين أو تحمل 8 إلكترونات. عندما تفقد هذه الذرة، عندما تكتسب هذه الذرة، عندما تكتسب هذه الذرة لإلكترونين تصبح أيونا سالبا، يعني أنيون. رمزه، إذا رمزه مشتق من رمز الذرة، رمز ذرة الأكسجين هي حتى رمز الأيون غادي يكون أو، لكن غنوضح واش هو موجب ولا سالب. إذا قلنا أيونا سالبا، إذا ها الإشارة ديال ناقص، لكن شحال اكتسب من إلكترون؟ اكتسب إلكترونين جوج، إذا غنديرو جوج دوم أو دوم. إذا رمز الأيون مشتق من رمز الذرة. إذا أول حاجة نعرف واش هو موجب ولا سالب، ثم كنحط عدد الشحن الموجبة ولا السالبة على حسب الإلكترونات اللي تكتسبت ولا اللي أتفقدت. إذا بهذا القدر نكون